وقتك شق. احتاج لشغل كبير وركض كتير من النجم امير يزبي. دور البوستة وبرم بكل لبنان. هيدا البرنامج لكل الاعمار. بكل حلقة رح نستقبل على المسرح مجموعة مشتركين بيشتغلوا بمهنة محددة. المخرج اللبناني سيمو أسمر رح يكون الوحيد الثابت من أعضاء اللجنة. بصوتك شغلي طول ما متقعد بس مش قد بعضهم عيشتون الحلم من جديد. واحد منهم بيفوز بالمركز الأول وبينتقل للحلقة النهائية للمنافسة على جائزة تانية إنتاج أغنية وفيديو كليب بينعرض على شاشة الجديد. صوتك شغلي سبت بعد الأخبار على الجديد والجديد FM.